في الأسترالي وفي ملعب روبينا أو سي باس سوبر ستاديوم ينطلق هذا اللقاء الهام جدا في إطار مباريات المجموعة السابعة لدوري الأبطال الأسيوي، الجولة الثالثة لهذه البطولة ولهذه المجموعة. بريسبن باور حاليا في المركز بنفس الرصيد مع بلو وينجز برصيد 3 نقاط، بينما يحلق بكين جوان البطل الصيني في صدارة هذه المجموعة بالفوز في كل مبارياته. فاز في الجولة الأولى والثانية والثالثة اللي لعبها بالأمس قبل هذه المباراة، وبالتالي اليوم تبدو هذه المباراة وكأنها صراع على الوصافة، صراع على المركز الثاني في هذه المجموعة. ضربة حرة في مكان جيد وكرة وتمر بجوار القائم وتخرج إلى ضربة ركنية أولى في هذه المباراة. تمر الكرة وتخرج، يلمسها حارس المرمى وتبدو وايكومبي تألق مع وايكومبي لدرجة أنه انضم لمنتخب إنجلترا 20 سنة، لكن ما كملش ورجع استراليا. جامي يانغ، كرة إلى هنريكي، تتلعب إلى ديفير، لوك ديفير أمامية، يغيب أيضا اليوم جيد نورث. تمرير الأمام لكن لم تمر الكرة، تصل من جديد للفريق الأسترالي. التمرير إلى ماكي وستيفانوتو يجري يأخذ مكان، تصل إلى الصربي، جول بوريلو، رائع رائع بوريلو، يواصل تألقه كما سجل في الدوري، كما سجل في دوري الأبطال في الجولة الماضية أمام أوراوا ريدز. الآن يسجل أيضا براندون بوريلو رقم 28، اللاعب صغير السن ومستقبل رائع لهذا اللاعب لو استمر بالفعل بهذا المستوى، بيتحرك بشكل رائع وبقدم اليسرى، يمنح الفريق الأسترالي، يمنح أصحاب الأرض التقدم في هذه المباراة. كالو ديروفيتش يصنع الهدف وبوريلو بالقدم اليسرى يسجل ثاني أهدافه في هذه البطولة، سجل هدف الفوز أمام أوراوا ريدز الجولة الماضية، واليوم يسجل بوريلو في الدقيقة 12 هدف آخر لمصلحته. وفي كل أجزاء وهيكل الفريق كله معتمد على هذا اللاعب رقم 18، لا غنى عنه. ترجع الكرة إلى هينجرت، دوناتشي يلعبها إلى ديفير، والكرة الأمام ستيفانوتو، وهنريكي يقترب يمر يعيدها إلى ستيفانوتو ومن جديد إلى البرازيلي، السمكة البرازيلية كما يطلق عليه السليبري فيش. تعود إلى بوريلو على الأرض، بوريلو تاني يدخل في منطقة الجزاء ويمرر، والتاني التاني عن طريق كلات، ديفانتي كلات يسجل الهدف الثاني. وصناعة مين؟ صناعة النجم بوريلو، هدف آخر مع منتصف الشوط الأول، يسجل الفريق الأسترالي، يثبت تفوقه وجدارته واكتساحه في هذه المباراة بالفعل وبلا مقاومة من الفريق الكوري، شيء عجيب جدا، فيش مقاومة على الإطلاق، وبوريلو يفعل ما يشاء، وديفانتي كلات يسدد الكرة بالقدم اليسرى في الزاوية اليسرى لمرمى دونج يون، وشكلها كده هتبقى ليلة صعبة على البلو وينجز. هدف في الدقيقة 12، هدف في الدقيقة 22، يعني تقريبا ماشيين بمعدل هدف كل 10 دقائق. بهذا الشكل وبما نرى أمامنا ستكون ليلة صعبة على سوون سامسونج بلو، يخرجها إلى ضربة ركنية. يادي ديفير رقم 33
من أصل فرنسي أيضا هذا اللاعب، ولكنه أسترالي. نعرف طبيعة أستراليا، القارة الأسترالية، مهاجرين كتير وخليط متنوع. يعني اهو الراجل ده من اصل هندي اسكتلندي، تاني ده من اصل فرنسي، الظهير الايسر من اصل ايطالي، بخلاف الصربي والالماني وغيرهم. ادي كوره تاني، وحكم اللقاء السيد فهد المرداسي يحتسبها ضربه حره على تايسي. لوك ديفير، الخطا ضده، الخطا من سانج جي، حركة كرة إلى رمي التماس، قطعت الكرة من براتان. تايسي جميلة داخل منطقة الجزاء، فرصة جميلة داخل منطقة الجزاء، فرصة للعودة، فرصة للعودة، جو يعود للمباراة. بلو وينجز يسجل، ينجح في العودة السريعة. جين مين من تمريرة تايسي ومن خطأ قاتل للوك براتان. اهو شوف، ادي اهو لوك براتان اللي بقول لكم هو مسمار الفريق، اخطأ المسمار وقد يفقد بريسبين الانتصار. يعني الخطأ قاتل، هو بقول هو ده يعني رمانة الميزان. فتخيلوا عندما يخطئ، يعني ولا احد يغطي مكانه، يعني ما هو اللي بيغطي على الكل، فلما بيغلط خلاص الخطأ بجول، الخطأ ما بيتعوضش. جون جين في الدقيقة 39 ينجح في إعادة الفريق الكوري إلى اللقاء وإعادة الأمل مرة أخرى للبلو وينجز بهذا الهدف. يعود للمباراة، وأفضل ما في الهدف هو توقيته قبل أن ينتهي الشوط الأول. سجل سوون هدف العودة والنتيجة 2-1. ثلاث أهداف في شوط، وأعتقد ما زال هناك أهداف أخرى في هذه المباراة. أدي تايسي، مولود في ناغويا في اليابان، وبدأ في كاوازاكي فرونتالي في اليابان، انتقل لعب في بوخم في ألمانيا موسمين، ثم كولون، ثم عاد إلى كوريا، ولكن ليس إلى كوريا الشمالية، عاد إلى كوريا الجنوبية في 2013-2014 لينضم لبلو وينجز. كرة أمامية، تعود الكرة من جديد. بريسبن رول متراجع في الشوط الثاني، وكرة ويأتي التعادل. نفس اللاعب، نفس الكرة، وخطأ دفاعي آخر يستغله جون جين. نفس اللاعب اللي سجل الهدف الأول هو من يسجل الهدف الثاني. ثنائية كورية في الشباك الأسترالية، ويفرح الشباب الكوري صغير السن قليل العدد الموجود في مدرجات ملعب روبينا، لكن من حقهم الآن أنهم يفرحوا، لأن فريقهم عاد من بعيد وبالقدم اليسرى في نفس الزاوية اللي سجل فيها ديفانتي كلاد الهدف الثاني لبريسبن رور في الشوط الأول، يسجل فيها الآن جون جين الهدف الثاني لبلو وينجز في الشوط الثاني. توقيت الأهداف رائع، يعني شوف توقيت هدف هذا اللاعب في الشوط الأول في الدقيقة 39 رائع قبل أن ينتهي الشوط وأعاد الأمل، ثم يأتي الهدف الثاني كمان والتعادل هو في أول خمس دقائق. فليتش الكرة ضاعت، عادت إلى براتان، يلعب إلى بيتراتوس، بيتراتوس يتقدم، بيتراتوس يلعب إلى ستيفانوتو، والكرة العرضية والدفاع يبعدها. ماكي ضاعت، جوم جين الانطلاقة من سانغ هو إلى سانتوس، تمريرة جميلة جدا في الأمام، وتاني سي تيسي يعوض الكرة اللي ضاعت منذ قليل، الخطأ اللي كان بيطالب باحتسابه يعود من التأخر 2-0. أي عودة لهذا الفريق، أي عودة للبلو وينجز. تي سي الكوري الشمالي يحلق بالبلو وينجز، يحلق بالكوري الجنوبي بالهدف الثالث الرائع. شوف لسه كنا بنقول من شوية إن ممكن جدا
يونغون يخطف المباراة ومش يبقى المباراة مش مجرد تعادل ونقطة من استراليا، لا ممكن يسجل الثالث ويفوز، وهذا ما حدث بالفعل. سجل الهدف الثالث ويكافئ ويصافح مدربه ويشكره المدرب، يشكر جون تيسي على تسجيل هذا الهدف الثالث الجميل. سانجو ليوم سيوك تتلعب أمامية إلى ليو في أول لمسة له، كرة مشتركة ليو ضاعت، وبراون ترجع لبراون تاني اهو، نزل بقول لكم بيلعب في مركز ظهير الأيسر، وستيفانوتو تقدم للأمام، أدي براون رقم خمسة كوري براون، براتان كرة أمامية، براتان يلعب إلى ماكاي، بيتراتوس على حدود منطقة الجزاء، الله الله التعادل والحارس يعتذر كالعادة يا راجل، ده ما شافهاش الحارس، ما شافهاش، اتخض يعني تسديدة ديفانتي كلات، خضت الحارس، بص بص دونج جون، بص ردة فعله مش ممكن، عجيب الحارس عجيب، ولو يعني جات الكاميرا على المدرب سيو يونغ جون اعتقد انه ممكن يدخل له الملعب يعمل فيه حاجه، يمسكه ويخنقه، لان فعلا الحارس مش معقول يعني بعد كل المجهود اللي بوزن ده، وبعد ما كانوا خسرانين 2-0 وتقدموا 3-2، النقطه الرابعه لبلو وينجز والنقطه الرابعه لبريسبن رور، هدفين للنجم ديفانتي كلات اللي امامنا، وهدف لبوريلو، بينما في بلو وينجز ايضا هدفين لجونج جين وهدف للكوري الشمالي النجم جونج تيسي. شكرا لكم اصدقائي المشاهدين، ونلتقي على خير باذن الله في مباريات اخرى قادمه، حتى ذلك الحين تقبلوا مني كل التحيه والى اللقاء.